الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نحييكم جميعا الحضور الكريم، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، الضيوف الكرام، البروفيسور يوسف جبرين والشاعر مروان مخول. نحييكم جميعا ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نتوجه بالشكر الجزيل للإخوة والأخوات الشباب والشابات في رابطة العهد الذين بادروا لإقامة وتنظيم هذه الأمسية بمناسبة يوم الأرض، هذا اليوم الغالي على نفوسنا والذي لا يمحى ولا ينسى من ذاكرتنا وذاكرة التاريخ. وما أجدرنا أن نحيي ذكرى هذا اليوم ليس كل عام مرة، وإنما أن يبقى في أخلادنا وذاكرتنا كل يوم بل كل ساعة، خاصة وأن الأرض التي نعيش فوقها هي أرضنا وهي موطننا، منها نشأنا وولدنا وفيها وعليها نعيش وإليها نرد ومنها نبعث بإذن الله تعالى. ما أحرانا أن نغرس هذه المعاني في نفوس أبنائنا وأجيالنا وبناتنا حتى يبقوا محافظين على هذه الأرض، أرض الآباء وأرض الأجداد التي تعبوا من أجلها أشد التعب وبذلوا الغالي والنفيس من أجل المحافظة عليها على الرغم من الاحتلال ومن مصادرة الأراضي في شتى هذه البلاد، لكن نبقى مصرين أن الأرض أرضنا وأن البلاد بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في أرضنا وأن يحفظ لنا أرضنا أن نعيش فيها آمنين مطمئنين، نحن وأبناؤنا وأحفادنا والأجيال التي تأتي من بعدنا. هذه وصيتنا إليهم على مدار الأيام والسنين. لا أريد أن أطيل، فنفسح المجال لإخواننا الضيوف أن يدوا بدلوهم خلال هذه الأمسية. فأهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.